مرحبا بكم في قناة المغرب دوت كوم. لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. هذه أبرز العناوين. نادي نابولي الإيطالي يحسم رسميا في صفقة نجم المنتخب الوطني المغربي المتألق. رئيس الجامعة فوز القجاع يفاجئ المغاربة ويكشف عن أسماء جديدة ملتحقة بالمنتخب الوطني المغربي. رسميا حكيم زياش يخرج عن صمته ويكشف عن قراره الأخير بخصوص مشواره الكروي مع ناديه البلوز. عمالقة أوروبا يلاحقان موهبة المنتخب الوطني المغربي بعد تألقه رفقة الأسود في مونديال قطر. المدير الرياضي لبايرن ميونخ الألماني يفاجئ الجميع بتصريح غير متوقع عن خدمات دوي المغربي نصير المزراوي بعد تعرضه للإصابة. أكدت التقارير الإخبارية الإيطالية أن نادي نابولي تفوق على منافسيه وحسم صفقتي المهاجم وليد تديرة وحارس المرمى إيليا كابريلي قادمين من نادي باري الإيطالي. وأوضحت صحيفة ديلو سبورت أن نادي نابولي الإيطالي سعى لحسم صفقتين رغم اهتمام أندية أخرى بالتعاقد مع اللاعب باري، خاصة بنفيكا البرتغالي الذي كان يرغب في الظفر بخدمات حارس المرمى البالغ من العمر 21 سنة. هذا وأشارت ذات المصادر إلى أن نابولي سيعلن عن تعاقده مع شديرة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، على أن يضمه إلى صفوفه في يونيو المقبل بالإبقاء عليه بنظام الإعارة لستة أشهر في باري المنافس في الدوري الدرجة الثانية الإيطالي. وأفادت الصحيفة الإيطالية بأن صفقة إيليان كابريلا ستكون مختلفة، إذ أن الاتفاق الذي توصل إليه نابولي وباري يقضي بعدم الإعلان عن الصفقة في يناير الجاري والانتظار إلى غاية الميركاتو الصيف المقبل. كشف فوز القجاع عن حصوله الأخير على موافقة مجموعة من المواهب المتألقة في الدوري الأوروبي لتمثيل المنتخب الوطني المغربي في قادم الاستحقاقات الكروية. وأوضح رئيس الجامعة في حواره لإحدى الصحف أن الاتصالات قائمة مع مجموعة من اللاعبين من ضمنهم أمين عدلي الاسم الشاب في صفوف نادي باير ليفركوزن والذي سبق له تمثيل المنتخب الفرنسي في الفئات السنية الصغرى. ومن بين الفئات التي تحدث عنها فوز القجاع ترحيب الثنائي سفيان ديوب لاعب نادي موناكو ومحمد عدلي شو من صفوف أنجيل الفرنسي باللعب بألوان قميص المنتخب الوطني المغربي. فاجأ الدولي المغربي حكيم زياش الجميع بقراره بالبقاء في صفوف تشيلسي الإنجليزي خلال الموسم الكروي الحالي. وكشف الدولي الهولندي السابق روبرت ماسكانت في تصريح صحفي أن حكيم زياش قرر إكمال الموسم الكروي الجاري رفقة البلوز، رافضا بذلك الدخول في المفاوضات مع أندية أخرى ترغب في التعاقد معه خلال الميركاتو الشتوي الحالي. وقال ماسكانت أن حكيم زياش أصبح يتطلع إلى ضمان مكان له رفقة فريقه تشيلسي الإنجليزي بعدما أعاد اكتشاف نفسه رفقة الأسود في كأس العالم والإشادة من مدربه غراهام بوتر. وكان حكيم زياش قد شارك أساسيا في مباراة فريق تشيلسي أمام مانشستر سيتي لحساب البريمير ليج، وهي المرة الأولى له منذ فترة طويلة. ويشار إلى أن حكيم زياش بصم على مستوى كبير رفقة المنتخب المغربي خلال كأس العالم قطر، حيث ساهم بشكل كبير في تحقيق أسود الأطلس للإنجاز التاريخي غير مسبوق عربيا وإفريقيا ببلوغه من المربع الذهبي واحتلال المركز الرابع. دخل المغربي بلال خنوس صانع ألعاب جينيك البلجيكي دائرة اهتمام مجموعة من الأندية الأوروبية على غرار باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد وبايرن ميونخ استنادا لما ذكرته وسائل الإعلام البلجيكية. وحسب المصادر البلجيكية فإن كشافي الأندية السالفة الذكر إضافة إلى بروسيا دورتموند سيتابعون من الملعب أداء اللاعب في مباراة فريقه أمام كلوب بروج اليوم الأحد لمعاينة مستوياته عن قرب. وكان بلال خنوس من الأسماء التي شاركت في نهائيات كأس العالم قطر 2022 رفقة المنتخب المغربي والتي بلغ فيها الأخير نصف النهائي. ويبلغ بلال خنوس من العمر 18 عاما،
بينما تصل قيمته التسويقية في بورصة اللاعبين إلى ما ينهز عن 5 ملايين يورو حسب موقع ترانسفير ماركت. ويبقى نادي جينيك البلجيكي مفتوحا على أي مقترحات تهم اللاعب الشاب، حيث سبق للأندية من ألمانيا فتح باب مفاوضات لانتدابه في الميركاتو الشتوي الجاري. أعرب صلاح حميديتش المدير الرياضي لنادي بايرن ميونخ الألماني عن أسفه لفقدان خدمات دوي المغربي نصير مزراوي خلال الأسابيع المقبلة بسبب معاناته من تبعيات الإصابة بفيروس كورونا. وكان نادي بايرن ميونخ الألماني قد أعلن يوم الجمعة الماضي عن غياب نصير مزراوي عن المعسكر التدريبي الذي سيخوضه الفريق بالعاصمة القطرية الدوحة بسبب تبعات إصابته بفيروس كورونا خلال مشاركته رفقة الأسود الأطلس في كأس العالم قطر 2022. وقال حميديتش في تصريحات للموقع الرسمي لباير: إنها خسارة كبيرة لنا بالطبع، إنه لن يكون معنا خلال الأسابيع القليلة المقبلة، سيحصل على الوقت الذي سيحتاجه للتعافي تماما، يجب التعامل مع مثل هذه الإصابات بعناية قدر الإمكان. وأكدت صحيفة بيلد الألمانية أن نصير مزراوي سيغيب عن نادي بايرن ميونخ الألماني لمدة 6 أسابيع بسبب مضاعفات إصابته بفيروس كورونا وإصابته بالتهاب في غلاف القلب. شكرا على حسن المشاهدة، لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد أخبار المغربية.